السلام عليكم خوتي، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بخوتي عشاق الصيد وعشاق السيرف كاستين والبيت كاستين. اليوم غادي نديرو الانبوكسين ديال دايوا، ماكينه ديال دايوا السيري 3000. يلا جات، نحلو الكرتونه. بالنسبه لهاد السيري، هذا ماشي السيري 3000 العادي، هذا السيري 3000 ال تي سي اش، يعني 3000 سي اش اكس. بالنسبه للومبالاج كيف كتلاحظوا شنو فيه، يعني الماكينه، يعني لومبالاج ديال الماكينه والورقه اللي كتخص اللي كيشري بطبيعه الحال. هذا الشيء اللي كاين في الكرتونه، دونك ما عندنا بغرض غلط، ما عندناش غرض بالكرتونه. دابا ندوزو للكرتونه. بالنسبه للومبالاج كيف كتلاحظوا، لومبالاج زوين، يعني هذا السيري ديال اللي هو السيري 3000. بالنسبه لافيش تكنيك ديال الماكينه كيف كتلاحظوا، هادو هما لي زوبسيون اللي فيهم، غنشوفهم من بعد. اوكي، نحلو الماكينه على بركه الله ونشوفو لومبالاج كي داير. هذا بسي كاتالوج، يعني ديال الماكينه، بسي كاتالوج يشرح لك كيفاش تخدم الماكينه، وبيان سيغ مكتوب بالشينويه دونك ما عندنا ما نديرو به. اوكي، والمهم في هادشي كامل هو الماكينة. دونك كاين واحد كاتالوج اخر هنايا مكتوب هنايا باش من اللغة هنايا، دونك هذا اونجلي، يعني ممكن بحال هذا يمكن نستعملوه ماشي مشكل. اوكي، وشنو اخر جايين فيه جديدات على حسب الى ما توجد جديد اللي تيكونوا هنا في لوغولمون تبدلهم. هذا الشيء اللي كاين سيتو، كارتونه بقى فيها والو. اوكي، دابا ندوزو للمعقول وندوزو للشرح ديال الماكينه مقارنه مع الاخرين، يعني اللي شفتهم انا خدمت بهم قبل. كيف كتلاحظوا هذا السيري 3000، يعني السيري 3000 هادي ديوا كروس فاير طبيعة الحال، يعني اوريجينال، هادي مارك اوريجينال، يعني ديوا اوريجينال. يعني بالنسبة لليد، كاين هاد اليد هادي الصغيرة كتجي من سيرية 3000 و 2000 و 2000، يعني سيرية الصغار. بالنسبة للسيريات الكبار كتكون فيهم واحد اليد كبيرة، يعني بالنسبة لهاد القبطة هادي كتكون كبيرة شوية، يعني اللي بغا يخدم بيها. هادي زوينه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يخدموا، يعني يصيدوا كيديروا ماشي سيرف كاستين، كيديروا الاخر سبينين، يعني الصيد بتقنيات الجر. المميزات ديال الماكينات هادو بارابور ماكينات اخرين شنو هما، حيت كاين هاد الماكينات هادو ديال سيرف ديال الماكينه ديال سيرف كاستين مختلفين كل اختلاف، يعني على الماكينات ديال يعني ديال الصيد بتقنيات الجر. ظاهريا راه كيتشابهوا. نعطيكم مثال، مثلا هذه ماكينه خاصه متخصصه فقط، يعني متخصصه في يعني الصيد بتقنيات الجر، وفي مقابل مثلا نعطيكم ماكينه اخرى عندي هنايا، هذه صنع صيني، هذه صنع ديال الشينوا، هذه خدمت بها في الصيد يعني تقنيات الجر، ولكن ماشي بحال هذه، يمكنش تكون بحال هذه في الخدمه بطبيعه الحال. حتى هي سيري 3000، يعني هذه كتمشي على حسب ميزانيه صغيره حيت رخيصه في الثمن، ولكن عندها بزاف ديال العيوب ماشي بحال هادو. اوكي، نكملوا. بالنسبه نبداو اولا بالنسبه لافيش تكنيك ديال هاد الماشين، هادي لا ماشين، هاد لا ماشين يعني البودي ديالها او الجسم ديال هاد الماكينه هادي مصنوع من الكربون. اوكي، ماشي بلاستيك، يعني مصنوع من الكربون المقوى. وبالنسبه للسبول، يعني هو هذا الطنبور هذا مصنوع من الومنيوم خفيف الوزن. يعني الدرع يعني بالالومنيوم حتى هو، يعني ميتاليك حتى هو. المميزات الاخرين اللي كاينين في هذه الماكينه هذه غادي نشوفهم مجموعين، يعني تشوفهم معنا. مثلا نبداو ب المميزات اللي كاينين في هاد الماشين، فيها الاي بي اس، يعني فيها الاي بي اس،
وبالنسبه له فيها لونتي غوتو انفيني. بالنسبه للماكينات الاخرين اللي لاحظتو كتلقى فيهم البوطون ديال الغوتور الا بغيت ترجع لماشين لور، بحال هذه ما فيهاش البوطون باش كترجع لماشين لور. غالبا مثلا كتكون هنايا بالنسبه للماكينات، وكاين اللي كيتحط له هنايا لور على حسب لاماشين. نعطيكم اكزامبل، مثلا كاينه مثلا هاد لاماشين اللي هي ديال الشينوا عندها البوطون دو غوتور هنايا، يعني ممكن لي نرجع لاماشين لور. كذلك هذه يمكن لي نرجع لماشين لور. دونك هذه فيها ان سيستيم اونتي غوتور، يعني ما يمكنش ترجع البيدال لور. حيت علاش؟ بالنسبه انا بعدا تقريبا نقول من 2001 وانا كنصيد يعني في البحر وفي الواد وفي البراج كذلك، ما عمري احتاجيت هاد لابوطون هادي ديال الغوتور باش نرجع لبيدال لور. يعني دونك هادي افونتاج كبير، يعني مش انك ما غتنسى هاد المشكل ديال الروتور. وبالنسبه للمميزات الاخرين اللي كاينه في هاد الماكينه هادي، بالنسبه للبيكاب يعني لوفيرتور ديال البيكاب كيتحل مزيان البيكاب، يعني ماشي بحال داك الماكينات كيتحل البيكاب كتلقى محلول بهذا القدر هذا، يعني يقدر يدير لك مشكل كتلقى محلول بهذا القدر هذا، يعني فاش كتلوح يعني كتخرج الخيط ممكن يحصل لك. هادي البيكاب كيتحل مزيان، يعني البيكاب كتلاحظوا راه كيتحل مزيان. وبالنسبه للصوت ما كديش اطلاقا شي صوت فاش كتجمعها، اطلاقا ما كدير حتى صوت سايلنس، يعني ما كدير حتى صوت اطلاقا، ويعني سمود ومريحه بزاف في الخدمه ديالها. وبالنسبه للغوتور فاش كترجع لابيدال لور، يعني ملي كتصيد هاد بهاد لاماشين هادي كتحس باللي راك كتصيد بالكاستين ريد. يعني نوريكم واحد الكاستين ريد عندي هنايا، يعني الماكينه ديال التقنيه ديال الصيد، يعني بتقنيه الجر بحال هادو. حتى هادو يعني فاش كتصيد، يعني لافونتاج ديال هاد الماكينات هادو فاش كتصيد بهم، يعني الروتور هادي نورمالمون فاش كترد البيدال لور، يعني ما كتلقاش حتى ولو قيم ولو جوج مليم ولا مليمتر ديال العين ديال الروتور اللور. هادي احسن منها، انا تعجبت صراحه الله. يعني هاد الماكينه هادي فاش كترجع لابيدال لور ما كتلقاش ولو نص مليم ديال الروتور، عكس الماكينات الاخرى. يعني غتسمع فاش كترجع لماشين لور غتسمع واحد الصوت، اسمع يعني الروتور كتسمع وشي مرات كتزلق كاع البيدال، يعني كتسمع البيدال كتزلق بحال هادي حي. يعني فاش كدير الروتور كتسمع، يعني حتى يعني الرحام ممكن يمشي لك في الحاله هادي. يعني هاد الماكينه هادي كتهنى من هاد المشكل كامل، يعني ميمكنش يعني تخسر لك من الداخل، يعني كديما حتى ما عندها واحد الاتجاه. وبالنسبه للناس اللي كيسحاب لهم باللي يعني لا ماشين ديال السيرف كاستين راهم بحال ديال الصيد بتقنيه الجر، يعني راه مطلقا ماشي بحال. علاش؟ نعطيكم واحد المعلومه، بالنسبه لي ماشين اللي تصنعوا بحال هادو لتقنيه الجر، يعني الشركه عارفه بلي انك غتبقى تلوح وتجبد بزاف د المرات في النهار، يعني تقدر تلوح تقريبا 63 مره في النهار. ولكن تقدر تلقى واحد لا ماشين اللي مصنوعه للسيرف كاستين، يعني غتصير غتفيكسيها في القصبه وتلوح وتخليها، يعني تقدر تلقى داك انك مثلا امتى غتجبد 60 مره تقدر تجبدها في عامين ولا في عام، كتلوح وتجبد. تقدر مثلا فاش كتخرج تصيد مره واحده مثلا في النهار تقدر تكون مثلا لونسيتي 6 مرات ولا 7 مرات ولا 8 مرات ماكسيموم، فهمتي؟ الا كاين واحد مثلا كيصيد يوميا تقدر مثلا لونسي في 8 ايام ولا 10 ايام. يعني انت الخدمه اللي كتخدم هذه في النهار تقدر تخدمو في هذه في شهر ولا في عام، يعني العدد ديال الطريق، يعني عدد المرات فاش كتجمع السبيب ويعني فاش كتجمع الشعره او الخيط، يعني يضاعف اضعاف مضاعفه يعني العدد باش كتجمعو بالماكينه العاديه اللي مخصصه بالصيد، يعني بطريقه الصيد العادي ماشي تقنيه الجر. هذا من جهه. بالنسبه يعني نكملوا لافيش تكنيك ديال هاد لاماشين هادي. بالنسبه للسرعه ديال دوران او يعني السرعه باش كتجمع الماكينه يعني الخيط، هي السرعه ديالها هي 6.1. وبالنسبه للوزن ديال هاد لاماشين هادي 260 غرام فقط. وبالنسبه للدراغ او يعني السرعه يعني مقدار ديال الكبح في الخيط، يعني فاش كتكون شديتي شي حوته كبيره وكتجر، يعني ممكن توصل حتى ل 10 كيلو ديال الدراغ. بارابور هادو كتلقى فيهم
8 كيلو ديال الدراك يعني في لافيش تكنيك ديالهم، ولكن فاش كتيستيهم في الواقع ما كتلقاش حتى 4 كيلو مقاده، يعني تقدر تشد حوته ديال 6 كيلو يعني ولا 10 كيلو تقدر تكرفسك بهذه الماكينه هذه العكس ديال هذه. يعني باش يعني لافونتاج فيها لي هرمون الداخل، يعني ماشي بحال هادو كتلقى فيها غير جديدات كدور يعني كتحبس بحال هكا، يعني كتلاحظ كد الماكينه كت يعني هذه غصيت بها شي شويه ماشي بزاف باش ضرب باش شريتها الماكينه هذه، يعني شحال تاكاش كتلقاها مكرفصه وحليتها وزيتها من الداخل ومع ذلك ما ماشي بحال هذه. هذا هو الريفيو يعني ديال اليوم بالنسبه لديوا كروس فاير، يعني ماكينه زوينه يعني نقيه، يعني صراحه الله يعني تفاجات انا بهذا الكاليتي هادو اللي بهاد ديال الكروس فاير، حيت شفت انا خدمت ماكينات اخرين، ولكن بالنسبه يعني هادي ديال تقنيه الجر اول مره ناخذ السيري 3000 في دايوا، وصراحه الله يعني انا عجبتني بزاف و كنصح الناس ياخذوها، يعني بالنسبه لهاد يعني بالنسبه لها يعني بارابورت البري ديالها ولا كاليتي عطاوك يعني راه مزيان 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 بزاف. يعني تقريبا انا خديت بزاف الماكينات قبل، عندي ماكينات اخرين غير هادشي، يعني هادو سوسون دي ماشين يعني ديال الشينوا اللي سوسون غير عاديين هادي خلاص. شي نهار ندير لكم شي ريفيو على هادي كيفاش كنخدموا بها، يعني كيفاش نخدموا بهاد الماشين هادي، نتشاهدوها في الفيديو الجاي ان شاء الله. اليوم خلاص فقط نهضروا على فقط دايوا، وان شاء الله غنشوفوها ان شاء الله، يعني ملي غادي نبدا الموسم ديال الصيد ديال بلاك باس غادي نخدمها ان شاء الله. دونك بالنسبه لكاباسيتي ديال الخيط هادي كتهز بالنسبه الى عندك 23 ملم مثلا، يعني كتهز 150 متر، الى عندك مثلا تقريبا الخيط ديال 28 كتهز 100 متر ديال الخيط. يعني انا غالبا تنخدم ب 18 حتى 14 ملم، دونك تقدر تهز داك 170 متر ديال الخيط، يعني كافيه جدا كافيه باش انك تخدم بها مزيان ومريح. يعني صراحة المهم ماكينة زوينة مجموعة خفيفة وسوليد طبيعة الحال، حيت البادي مصنوع من الكربون. الى هنا كينتهي هذا الفيديو ديالنا اخواني، السلام عليكم وشكرا على المتابعة، السلام عليكم.